مشاهدينا ومتابعينا في قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لنا كمان الكابتن طبعا نيل بحر، كابتن عبد اللطيف اسماعيل. برحب بيك في البدايه وبنقول لك مصر وان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقين، لكن حابب اسالك بدايه الاهلي الوطني هذا الاختيار والتوقيت مباراه من السلام ومباراه ضد الاهلي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اول شيء نحب نشكركم على حسن الضيافه للاطفال. طبعا وقت جميل قد يكون مناسب للكل. احنا كلاعبين عرب احنا بنكون دائما حق اخواننا اهالي الشهداء وحق المباريات ندعم هذه المجالات. نحب النادي الاهلي على هذه الاستضافه الجميله. نحب نشكر المستشار رئيس هيئه تركي آل الشيخ. نتمنى ان تكون هذه المباراه جميله، استمتع بالحضور وان شاء الله نفوز على نادي اتلتيكو مدريد باذن الله. انطباعك على الكوكبه المتواجده من نادي اتلتيكو وايضا النجوم المشاركين كان من الاهلي والنادي الاهلي النهارده، يمكن في كوكبه